خدي هنا، تعالي وريني انت عامله ايه. شكلك عامل كده ليه؟ هي ماما مالي، ما انا زي ما انا اهو. وبعدين انتوا مهتمين بالعزومه دي قوي كده ليه؟ وايه شعرك ده كمان؟ ما تصرحيه ولا تعملي فيه منظر وهو مقصف ومتنتف كده. فيها ايه يعني لما تسمعوا الكلام وتدهنوا شويه زيت خربعوا عليه نقطتين جاف، هيحصل ايه؟ خربع ايه وجاز ايه اللي عايزاني احطهم في شعري يا ماما؟ تخيب على نمنا عينك، انتوا بتفهموا حاجه؟ ده كان يهدل ويلمع وينزل على ظهرك قد كده. وايه كمان اللي انت لابساه ده؟ لابساني مخطط انت رايحه تلعبي كوره. كوره ايه دي يا ماما اللي انا رايحه العبها؟ يلا يا فاطمه كده هنتاخر على الناس. يا اخويا انا عارفه انت مستربه على انت راخر، ما شاء الله احنا ما احناش ناقصين. انا لا بحب الخروج ولا بحب اسيب البيت من اساسه. بنت انتي، انا مش عايزه واحنا قاعدين عند الناس تفضلي كده تضحكي على الفاضي وعلى المليان كر 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 يا ضحك كده، تبقي قاعده محترمه نفسك وراسيه. طب انا عايزه اعرف هم عندهم بنات؟ ما اعرفش. ايه بتطلبي مين؟ بطلب ماما في البيت، الجرس بيضرب محدش بيرد. لازم مش موجودين. هيروحوا فين بس؟ بابا زمان رجع من الشغل. يمكن خرجوا. لا هم عمرهم ما بيخرجوا. ايه ما بيتعشوش بره ابدا؟ لا، ابويا بيحب يتعشى في البيت. يبقى لازم تليفونهم عطلان. نبيل انا قلقان عليهم قوي. انا هتصل عندنا اخلي السفرجي يطلع يشوفهم. اهلا وسهلا، شرفتونا وانستونا. شكرا يا طنط. منور يا حاج. الله يخليك يا اسمع محفوظ، الله يخليك. معقول الكلام ده يا راجل؟ العمر ده كله وما نزورش بعض؟ كل شيء نصيب. انت النهارده نورتينا يا حاجه. منور باصحابه يا حبيبتي، اهلا وسهلا. وانت في كليه ايه يا نسا بهيرة؟ انا لسه ثانويه عامه. اصلها بتعيد السنه. الله، انت على طول كده مسحوبه من لسانك؟ لا، اصلها جابت مجموع صغير فبتعيد السنه علشان تجيب مجموع اكبر. انا اصلي الحقيقه عايزه اجيب مجموع كبير. انت علمي ولا ادبي؟ انا ادبي. يا ادبي دي سهله قوي. انت جبت مجموع كام؟ 85%. امال ليه ما دخلتش كليه الطب؟ ابدا، لاني كنت عايزه ابقى مهندس. ولا انت ما بتحبيش الهندسه؟ اصل بصراحه طول عمري بسقط في الهندسه. عشان مخك تخين. انا بقى نفسي ادخل علمي. بس انت باين عليك كنت شاطر قوي. انا اصلي دايما بحط لنفسي هدف واحاول اوصله. طب افرض انك ما وصلتلوش؟ ابدا، بفكر تاني واشوف ايه السبب وارجع احاول تاني وهكذا. اتفضلي يا حاجه. لا اتفضل، اجيبك منين يا بطني؟ ده ميه ما اقدرش، وربنا انا ماليش اكل. انا ماليش اكل. يا ريت يا اختي. يا ترى يا اختي الولاد بيرغوا في ايه؟ سيبيهم يا فوزيه. صدقي انت ابراهيم ابنك ده في قعدته كده يخيل لي عبد الوهاب ابني بالظبط. ربنا يطمنك عليه. اللي هو بيدرس فين؟ في انجلترا. وفي انهي كليه؟ مش انت اللي بتكلمي الواد في التليفون؟ اكيد قال لك الكليه اسمها ايه؟ الانجليزي معرفش. ما هي في انجلترا. هي في انجلترا بس الحقيقه يعني مش عارفين هي ايه بالظبط. يعني ده كلام برضه يا حاج؟ معقوله دي بعت ابنك يدرس في انجلترا وما تعرفش في انهي كليه؟ الاعلام ده ليه مش ليا انا؟ كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. وبعدين الواد عندي حر في حاجتين، الاعلام والجواز. طب والبنات يا حاج؟ ما بلاش احراج يا سي محفوظ. والله الحاج رايه مظبوط، احنا عملنا زيكم كده تمام، سيبنا ابراهيم يخش الكليه اللي هو عايزها. طب ويا ترى يا اختي بقى هتسيبوه ينقي العروسه اللي هو عايزها ولا جراخ هتقننوها؟